أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن عدد مجلدات أحدث أطلس بكل الوقف الخيري والأهلي والمشترك في البلاد بلغت حتى الآن 92 مجلدا بكل بيانات الوقف موزعة على الجمهورية برقم قومي لكل وقف، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المساحة. وكان ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف رئيس هيئة المساحة ووكلاء ومديري الأوقاف بالمحافظات ومسؤولي المساحة ورئيس هيئة الأوقاف. أطلس للأوقاف المصرية هو الأول من نوعه على مستوى العالم والأول في تاريخ الوزارة، والهدف الحفاظ على ممتلكات الأوقاف بأنواعها كافة، بل والعمل على الاستثمار الأمثل لأموال الوقف. جهد متكامل الحقيقة بفضل الله وبدعم كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمر الوقف ولوضع الوقف في مصاريف الشرعية وللعناية به والحفاظ عليه، بلغ 92 مجلدا مساحيا هندسيا فنيا على كل صفحة، رقم الحجة، اسم الواقف، مساحة الوقف، نوع الوقف. شهادة ميلاد جديدة للوقف تأتي بالتعاون المثمر بين الجهات المنوطة في إنتاج أطلس الأوقاف، والذي يعد الآن حجة أصلية للوقف بما يشمله من بيانات ومعلومات. أنشأنا قاعدة بيانات متكاملة ما بين الوزارة وما بين الهيئة وما بين المناطق التابعة ليها، بحيث بقت بقى منظومة متكاملة أقدر أمشي مع الوقف من أول ما ينشأ لغاية النهاردة، وأقدر أدير هذا الوقف من خلال المناطق بتاعته. وأنشأنا قاعدة بيانات جغرافية ورفعنا كل الأوقاف بتاعت الدولة على قاعدة على خريطة رقمية، وبيتم رفع مساحي لهذه الأماكن وتحديد القرية وتحديد الحوض نفسه وأبعاد كل جزء من هذا الوقف ونوعيته، هل هو وقف أهلي أو وقف خيري. كل ده بغرض أن احنا نيجي في الآخر يبقى في منتج ورقي موجود على هيئة أطلس كل محافظة لوحدها، بحيث ده بيسهل صنع أخذ القرار عند أي واحد بيتعامل مع هذه الأوقاف. حصر جميع ممتلكات الأوقاف ووضعها في قاعدة بيانات مركزية وعمل ميكنة كاملة لها من خلال الأطلس الجديد، إضافة قوية للدولة ومؤسساتها في ظل قيادة سياسية تحرص على حماية حقوق المصريين في الداخل والخارج. من مقر أكاديمية الأوقاف الدولية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.